مرحبا. قربوا الأعياد وبلشنا نتحضر للأعياد، هلا يمكن مش مثل كل سنة لأنه كورونا ومشكلة الكورونا ومشكلة البلد كله، بس ما فينا أكيد يعني وقت يوصل العيد ما نعيش رهجة العيد، فأكيد بلش التحضير. وحلقتنا اليوم شوي رح تكون عن هالمواضيع أو عن الأشياء والعادات اللي بتصير. هاي إميليو، هاي فابيان، كيفك اليوم؟ كتير منيح. عم تقولي بلش العيد وبلشنا نحضر للعيد. انا بلشت انصح هلا بفترة العيد، هي الفترة يلي بننسى فيها انه احنا لازم نعمل سبور، لازم ناكل اكل صحي. بنبلش على عيد البربرة، اكلنا الاشياء اللي بنعملها عيد البربرة، المعكرون وكل هالاشياء. هلا على الميلاد بناكل كمان اكل طيب، بنرجع بنروح بنعمل زيارات وبناكل شوكولا، بيجي راس السنة. يعني جاي فترة قدامنا هلا ان الله راد كلنا رح نزيد 10 كيلو. مصر على الزيارات بفترة الكورونا. مصر على الزيارات مع تباعد اجتماعي، يعني نحن 6 اشخاص بالعائلة، اذا بدنا نعمل زيارة لحدا جارنا مثلا بنروح كل يوم واحد بيزوروا بيقولوا لي عاد عليك، وعرفت كيف بتخلصوا عيد الكبير نخلص يعني. عيد كبير. إميليو، مثل ما حكينا العيد قرب، وانا حبيت اليوم هيك يكون شوي الموضوع الاساسي لحلقتنا عن الكحول. نحن بنعرف الاعياد وقت يقربوا والعشوات ما فينا الا ما نشرب الكحول، صح، فكرمال بنصير هيك كاسك كاسك وبننسى انه ما وكل لازم. الانواع. صح، فاليوم رح احكي باكترية الوقت عن بالمعلومات عنا، مثلا بفكرة ساينس رح احكي عن الكحول، وبفقرة قصص كلها أمل رح نحكي عن شخص كان يعاني من هيدي المشكلة ونشوف كيف قدر يطلع منها. فانتظرونا مشاهدينا لآخر الحلقة كمان لأنه القصة كتير حلوة. فرح أبدأ أنا دغري بفقرة ساينس، نعم. ورح نحكي عن الكحول مثل ما حكينا شو بيصير فيها، كيف وقتها يعني كيف وقتها تدخل على الجسم شو بيصير، شو هن الأنزيمات اللي بتفوت بتفككها، شو هن المواد السامة اللي مش الكل يعني اللي هي بتأثر على الجسم وقت يفوت الكحول على الجسم. نعم. بالأول المشاكل، رح أحكي عن المشاكل اللي بتسببها الكحول. الشرب المفرط بيؤدي لمشاكل صحية عديدة مثل الإدمان، مشاكل الكبد، أمراض سرطانية مختلفة. يعني مشاكل الكبد هي بتكون عند 90% من الأشخاص اللي بيشربوا بكثرة، فكله بيوصل إنه يصير في مشاكل بالكبد. مشاكل البنكرياس هن عند 10% تقريبا من الأشخاص اللي بيشربوا بكثرة. لازم تنتبه المرأة الحامل أكيد إنها هي ما تشرب كتير لأنه بيأثر على الطفل وعليها، والنساء بتسكر أسرع من الرجال، هيدي كمان نقطة مهمة. شو بيصير وقت يفوت الكحول على الجسم؟ كل حدا بيتجاوب مع الكحول بطريقة مختلفة عن الآخر. ليه؟ لأنه هو بيتأثر بتفكيك الكحول، وكيف الجسم بيتخلص من الكحول، وكيف بيتأثر كمان بالعوامل الوراثية، وخاصة بالأنزيمات اللي حكينا فيهم اللي هن اللي بيساعدوا على تفكك الكحول. هلأ شو هي العملية الكيميائية اللي بتدخل، شوي رح نفوت شيمي هلأ إميليو، كيف بتصير هالعملية وقت يفوت الألكول على الجسم؟ أول شيء بيفوت الإيثانول، هو هيدي المادة اللي وقت نحكي كحول ألكول يعني الإيثانول، بيفوت الإيثانول على الجسم. بتدخل هون أنزيم الـ ADH اللي هي موجودة بالكبد أكتر شيء، وبتحوله للأسيتالدهيد مثل ما عم نشوف اللي هي مادة سامة ومسرطنة. بعدين بتدخل انزيم الثانيه اللي هي ال ALDH اللي بتحوله لاستات اللي كمان بيتحرك بيتحول هي ل H2O و CO2 يعني لمياه وثاني اكسيد الكربون اللي بسهوله الجسم بيقدر يتخلص منه. لحسن الحظ إميليو انه الاسيتالديد اللي هي الماده المسرطنه ما بتعيش كثير بالجسم، يعني المشكله مثل ما شفنا إميليو مش بالإيثانول اللي هي الكحول اللي عم بتفوت على الجسم، بينما هي بالأسيتالديد هيدي المادة المسرطنة. وقت يفوت الكحول بكمية كبيرة على الجسم تدخل بالعملية كمان أنزيم ثالثة اللي هي سيتوكروم بي 450 واللي بتساعدهم أكتر وأكتر لحتى يشتغلوا، وفي كمية قليلة من الكحول بتلزق على المادة الدهنية اللي كمان بتسبب إنها تتلف الكبد والبنكرياس.
بالرغم من حياته القصيرة للأسيتالدهيد، هو بيكون أكثر سبب للتلف بالكبد، لأنه هونيك بتصير العملية، وممكن تصير بالبنكرية والدماغ كمان، وهذا الشيء بيؤدي لتلف الخلايا والأنسجة. هالمادة السامة هي مسؤولة عن الحالات اللي بنشوفها من بعد شرب الكحول، يعني عدم التوازن، مشاكل الذاكرة، النعاس، كله هيدا الأسيتالدهيد هي بتأثر فيه. بغض النظر من كمية الكحول اللي عم نشربها، كل شخص بيفكك وكل جسم بيفكك كمية معينة من الكحول كل ساعة، وهيدي الكمية بتختلف من شخص للتاني، مثل ما قلنا بتتأثر بعوامل عديدة حسب حجم الكبد ووزن الجسم. القصة كلها مثل ما حكينا قبل بالأنزيمتين اللي تعرفنا عليهم قبل شوي، ADH والALDH، اللي هن مسؤولين عن ردة الفعل اللي بتصير بعدين. يعني إذا أخذنا شخص إميليو، ADH تبعه بتشتغل بسرعة، يعني بتحول الكحول للأسيتالدهيد بسرعة، فمعناتها إنه بتتكدس هيدي المادة المسرطنة أكتر بالجسم. هيدا الشيء بيؤدي لضرر أكبر عند هيدا الشخص، وبيبين الإنسان سكران، بينه عنده الأشياء اللي بتبين وقتها يسكر، وقتها يشرب الكحول، يمكن بكمية أقل من غيره، إذا شرب كمية أقل من غيره. نفس الشيء إذا الـ ALDH هي الأنزيمة الثانية كانت بطيئة، يعني الأسيتالدهيد المادة المسرطنة عم تتكدس أكتر وما عم تنشال من الجسم بطريقة سريعة، فهود الناس كمان ببينوا عليهم العوارض تبع اللي بنعرفها، وممكن يأثر عليهم بضرر أكبر وأكبر. فهون أكيد هود الأشخاص ما لازم يشربوا كتير، يعني هن لازم يعرفوا جسمهم، وهي الهدف من هيدي الفقرة اليوم، انه كل شخص يعرف حاله هو انه في عنده هيدا الشيء خلقة، انه حتى في عظيم هو اصلا لازم، لو جسمنا بيهضم الكحول بطريقه او بيحولهم للمواد المسرطنه بطريقه سريعه او بطيئه، لازم نكون عم نتناول الكحول بطريقه منتظمه وبطريقه معتدله بكميه معتدله، مثل ما بنقول القليل من الخمر يحيي قلب الانسان، يعني لازم فينا نشرب خمر ولكن بكميه معتدله. صحيح. حتى إميليو هون كمان المعلومة إنه كمية كبيرة من الأسيتالدهيد هي بتأدي لحتى يصير الشرب غير محبب، يعني القصص اللي بنحسها مثل إحمرار الوجه، لعيان النفس، دقات قلب سريعة، فهودا كلهم من وراء هيدي المادة اللي حكينا فيها. هلا ننتقل لفقرة نيو انفورميشن. معك فقرة نيو انفورميشن رح أحكي عن اختصاص ولوجيسيال، يعني برنامج، يعني هو اختصاص جديد بالعالم، في منه جامعة أو جامعتين بكل العالم بيعطوه. هو اختصاص كتير مهم وخصوصي لقلنا بلبنان. هلأ شو هو هذا الاختصاص أو شو هو هذا البرنامج اللي عم يشتغلوا عليه؟ هو برنامج بيعطي بتفوت عليه المعلومات بيسيفهم بس بطريقة شوي متقدمة. شو يعني؟ يعني أنا مثلا عم بعمل طريق، هيدا الطريق في تحتها شرايط كهرباء، في امدادات الصحية، في أساطر، في زفت، في بحث، يعني في كذا شغلة عم بينعملوا قبل ما نشوف الطريق جالسة، يمكن يكون في بطون، في حديد. فلما نفوت بطريقة 3D على الطريق، نعمل زوم عليها، بنقدر نكبس على حيلا شغلة بهيدا الطريق، بنشوف أي متى انعملت، مين عملها، قد ايه الجارانتي تبعها، شو الماتريال يلي استعملناه، شو المواد يلي استعملناهن، هودي وين بيفيدونا؟ بيفيدونا يعني مثلا لما تمشي على طريق، وعنا هون كتير هو بلبنان، بزفتوها التنان اللي بعده بتشوف الطريق مجورة. طب مين مسؤول عن هالطريق؟ مين عملها؟ بيقول لك مش أنا، أو مش أنا المسؤول. لا، في حدا بده يكون مسؤول بهيدي الحالة. مين المسؤول؟ ما بنحكي مع حدا، بنفوت على البروجرام، بنكبس على الطريق المجورة، بنشوف محل ما مجورة، إذا المشكلة تقنية، في مشكلة يعني بنشوف إنه الماتريال اللي استعملناه منه مناسب، بنشوف مين اختار الماتريال. إذا المشكلة إذا استعملنا المواد المضبوطة ولكن التنفيذ غلط أو الإشراف على التنفيذ غلط، بنشوف مين كان المشرف على التنفيذ، وهون لازم يتحاسب الشخص اللي مغلط، لأنه هيدي كلها عم تروح من أموال الدولة، وأموال الدولة مين عم يدفع؟ المواطن عم يدفع ضريبة كرمال يكون عنده طريق جالسة مضواية. يعني هودي يعني إذا بدك تيجي تفكري مضبوط، الطريق منا خدمة، يعني مش انه اذا الطريق مضواي يعني رئيس البلدية دوى الطريق يعني خدم المنطقة اللي هو فيها، هيدا واجب عليهم، نحن عم ندفع التاكس كرمال تا يدورنا الطرقات ويكونوا طرقاتنا مسهلة انه كل العالم تقدر تمشي عليها، كل السيارات، مش اذا سيارتي واطية ما فيني امشي على الطريق لانه مجاور.
فهيدا البروجرام او هيدا اللوجيستيال كتير مهم. بتصور انه بهولندا هن بلشوا فيه، بلبنان عم بلشوا فيه بطريقه شوي اخف اللي هو الداتا ساينس. كتير حلو انه يتوسع. عم بحكي انا على صعيد طريق، يمكن نحكي على بعدين صعيد مكانات اكبر، مكانات صناعيه، نصير نعرف كل شريط اي متى انعمل ومين عمله وكيف انعمل. حلو يعني هذا كتير. عالم واسع كتير وبيريح، يعني بتبطل بنخلص من موضوع الورق والقلم. يعني هيدا الورقه والقلم، هيدا الكونترا محطوط بهيدا الجرور، خلص ببطل في منهم، بيصيروا كلهم مسيفين بهيدا اللوجيستيال. يعني انا بدي فوت شوف الكونترا تبع هيدا القسطر فور اكزامبل، فوت على القسطر ببينوا كل المعلومات يلي خاصه فيه. اكيد بيكون في اوبسيون 3 دي 2 دي، يعني بطريقه كتير موسعه، وانا اعطيتها بطريقه كتير رمزيه، ولكن العالم فيها تفوت تشوفها على الانترنت. صار عالم الانترنت سهل كتير. انا بعطيهم، يعني انا بعطي الفكره اجمالا وبترك للمشاهد هو يبحث على الميل اللي هو بحبه. يعني اذا انا لفت له نظره بموضوع الطريق يروح يبحث عن هذا الموضوع يعني يستفيد اكثر. التكنولوجيا إميليو ما بتخلص، واخبار التكنولوجيا يعني هلا كل صح شيء عم بيتطور وكل شيء احسن واحسن. صح. هلا فقرة مواطنة معك كمان رح نحكي بفقرة شوي مواطنة. عن الولاء والانتماء للوطن. نعم، الولاء والانتماء للوطن هو شيء لازم يخلق مع الانسان. يعني لما تخلق بوطن معين لازم يكون عندك ولاء وانتماء لهذا الوطن، ولكن مش بس انت لازم يكون عندك او يخلق معك، في كذا عوامل بيأثروا على الولاء والانتماء للوطن. اول شيء العائله، انت بتنتمي لعائلتك، عائلتك بتنتمي للوطن، يعني الوطن هو انت بتنتمي للوطن. هيدا شيء موضوع كتير حساس، يعني بنتعلمه من نحنا من وبالعائلة. ساعة اللي بنخلق عنا اياه بالفطرة، وبنتعلمه بعدين لما نكبر من العائلة. كمان الوطن لازم يخلق، يعني الدولة لازم تخلق طريقة تتحببك بالوطن وتتخليك تحسي انه انت كمان الوطن لإلك. يعني ما لازم تكون دولة كتير بعيدة عن العالم، ما لازم يكون العالم سلطان الدولة والشعب، لازم الشعب هو الدولة. يعني هون بتبلش تحس انه انت عم ياخده برايك، عم بيعملوا الانتخابات مش لازم تكون بس انه انتخابات نيابيه وهو بيروح مثلا عم نعمل مشروع معين شو رايكم فيه، يعملوا انتخابات اونلاين، تكون الانتخابات يكون الانتخابات تكون شفافه كمان، يعني نوع من الاستاتستيك نوع من اصلا الاستاتستيك اكثر. اذا بدك يعني هودي اشياء بخلوا بتحسي حالك انه انا عم بعطي رايي بشيء رح يرجع لي. يعني انا ما بدي انه تكون مثلا ما بعرف شو المشروع اكس، مشروع معين ما بيلفت لي نظري، انا بقول انه لا ما بيساعدني هذا المشروع، يمكن يكون 90% من الشعب بيفيدوا هذا المشروع. يعني هون مثل ما عم نقول إميليو، مثل ما حكينا، هو الولاء والانتماء قد ايه مهم، انه دائما الولاء للوطن. هون هذا الشيء يمكن بيعملوه او بيفكروا انه يصلحوا بالقصص اللي عم تحكي فيها اذا كان عندهم هذا الحس، حس الولاء، بس للاسف يمكن لا. مش كتير موجود. واهم نقطة كمان احب احكي فيها إميليو هي انه ما لازم يكون في ولاء مزدوج، ولاء لوطن واحد، الولاء ما لازم يكون مزدوج، ودايما السعي لكون انه نفكر بالوطن شو احلى صورة، كيف ذروة المجد والسمو والازدهار لهيدا الوطن، ولازم يكون فوق كل المعايير والحسابات. لا. مش كل واحد يفكر بذاته، يعني خدمة المصالح العليا للوطن، هيك بنكون عم نفكر ولاء للوطن. نعم، وهيدي نفرجي هي أحلى صورة لوطننا، نساعد على كل بجميع الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية الفنية، كل شيء بيرمز لصورة الوطن، كل شيء بيساعد إنه صورة الوطن تكون أعلى. قد ايه حلو مثلا لما فنان معين يروح على بلد عربي ويحكي بالأشياء الحلوة بلبنان، هيدا بدل انه هو شخص عن جد بده يظبط صورة لبنان. وقد ايه بشعر بنفس الوقت لما الاعلام يسلط على المشاكل بس بلبنان، لبنان منه بس مشاكل، لبنان حلو كتير، بس نحن ما عم نقشع الميل الحلو اللي فيه. هون الولاء يمكن بهالفترة عم بتكون الظروف لانه صعبة اكتر، بس مثل ما قلنا نحن يعني هو كل انسان بده يعرف حاله انه انا في عندي هيدا البلد، انا مسؤول عنه، مسؤول عن صورته، كيف بدي زبطه، كيف بدي، يمكن بشغلة صغيرة إميليو، مثل ما هاي الهدف بفقرة مواطنة، انه مرة على مرة حتى بهالمعلومات الصغيرة والسريعة اللي نحن بنعرفهم بس عم نذكر فيهم، انه نقدر نتذكرهم، نتقدم شوي شوي. صح. رح انهي الفقرة بكوت، كمان مثل ما تعودنا كوت بالمواطنة، مع بين بريدج كولبي اللي هو سياسي امريكي، هو ذا تيست، عم بيقول the test of good citizenship
is loyalty to country، يعني اختبار المواطنة الصالحة هي الولاء للوطن. ونقطة، كل مواطن صالح هو بينقاس بولائه لهيدا الوطن، الوطن الواحد. هيدي هي فقرتنا لمواطنة. والكود كانت كتير حلوة بالآخر، عن جد ختمت ولخصت كل شيء حكيناه بهيدي الفقرة. صحيح. فقرة أغريكالتشر هلأ بدنا ننتقل عليها، اللي رح نحكي فيها اليوم عن زراعة الكاكي، الخرمة أو البرسيمون، هيك منشوفها على الإنترنت. فما بعرف إذا بتحبها هيدي الفاكهة. إيه بعرف، في منها على شوكولا يمكن، ما هيك؟ في منها هلأ رح نشوف. لا بدك تتركني أحكي للآخر لأنه سبقت بالمعلومات، لأن هيدا كانت سوربريز يعني للمشاهدين. فكست السوربريز يعني. هلأ شوكولا كيف يعني؟ مش أسود أسود؟ ما بعرف صراحة، ماني ضايق أول مرة، بس حدا قال لي إنه في خرمة على شوكولا، ما جربتها بصراحة. رح نشوف إذا نفس الشيء. المهم الخرمة هي أو الكاكي هي عند اليونانيين القدامى، هي كانوا يسموها ثمرة الآلهة قد ما كانوا يحبوها. أصل الفاكهة بيرجع للصين، وبالأغلب تزرع بشهر كانون الأول، وبالصيف لازم الري وإلا بيصغر حجم الثمر. الأشجار تبع الكاكي هي نوعين، مذكرة ومؤنثة. المذكرة أزهار عنائيد بيكونوا على شكل عنائيد زهرية، والمؤنثة على شكل أزهار بيكونوا بشكل مفرد. شكلهم بيشهي أصلا الشجر. هلأ الكاكي بالصور كتير بيشهوا. صحيح. تزرع بلبنان وبكل المناطق بالبحر الأبيض المتوسط. هلأ كيف منزرع الكاكي بالبيت؟ البذور تؤخذ من الكاكي الناضجة والخالية من البقع الفاسدة، والبذور لازم تكون نظيفة من شحم الكاكي، ومن فينا ننظفها بالمياه. منلفها بمنشفة ورقية وبتنحط بكيس بلاستيك بالبراد لمدة شهرين أو ثلاثة، وإذا جفت بنرجع منخليها منرطبها. البذرة بتنحط بوعاء له ثقوب لتصريف المياه، وبينحط بمكان دافئ لحتى مكان دافئ ومشرق لحتى تقدر تعطي. خلال 6 ل 8 اسابيع لازم تبلش تبين شتلات الكاكي الصغيره. النجاح هو 25 ل 35%، لذلك يعني لازم ينصح انه يتكتر كذا بذره. تروى اسبوعيا، هي مش بحاجه لكتير رعايه ومنا بحاجه لسماد خاص. للحصول على الثمار بنتذكر خبرية الأفوكا، بدها 3 ل 5 سنوات، يعني بدها كتير صبر. وحتى تضل قاعدة الأشجار رطبة لازم ينحط طبقة سميكة من النشارة، اللي كمان بتساعد على التقاط الفاكهة المتساقطة هيك لحتى ما تنتزع، لأنه نعرف قد ايش هي دقيقة. هلا إذا بدنا نحكي عن أنواع الكاكي، الأنواع هن في عنا الكاكي الياباني، الهندي، ديوسبيروس بيريغرينا، تؤكل مثل التفاحة هالقد بتكون قاسية. أحلى. الكاكي السوداء اللي هي ديوسبيروس ديجينا، هذه يمكن اللي قصدك فيها بالمكسيك، هلا بنشوف الصور كمان، وقتها تنضج جلدتها الخضراء بتتحول للون الأسود. الكاكي لوتوس بجنوب غرب آسيا وجنوب شرق أوروبا، وكاكي البونساي والكاكي الأمريكي. الكاكي البونساي كمان هلا يمكن تقطع الصورة بنشوفها قديش صغيرة وحلوة. هذه الفقرة لازم يكون فيها مترجم. ايه حكينا كثير كلمات اجنبيه غريبة. اسامي الكاكي يعني هن انترناشونال، سو اساميهم غريبه، ولكن الشوكولا شهتني كثير هيك، انه خصوصي انه حاطين ملعقه كانه عم بياكلوها، كانوا بالملعقه. صحيح. هلا فيها الياف قد التفاح كمان الكاكي، وبينضجوا من بعد القطف. اذا بدنا اياهم ينضجوا من بعد ما نقطفهم، بنحط معهم تفاح بكيس نايلون او اجاص او موز. ليه؟ هيدي معلومه كمان شوي علميه، في غاز الاتيلان اللي بيطلع من التفاح لحتى يساعد ليكسر خلايا الفاكهه. حتى مع الافوكا بتحط موزه او تفاحه بيساعدوا انه يستوى. هلا انا من الحلقه اللي قبل وقتها قلنا بدنا نزرع افوكا، زرعت افوكا بس بعد لهلا ما طلعت
البلان تبعها، ما بعرف اذا رح تنجح او لا. ايه قلنا بدها صبر يعني، كنت بدها وعدتكم وقت. بعد 3 سنين دوقكم اياها، بس اذا ما نجحت ما رح اقدر. يلا رح ننترك 3 سنين. هلا الفقره استخدام يوز اوف ذا فروت، استخدام الكاكي وين بيستخدم؟ بالبودينج، بيستعملوه بالصين وكوريا واليابان بالسلطه ككاكي مجففه، بالباي مشويه، ممكن تكون مع البوظه كمان مع البيكن، ممكن ياكلوها كبيس. حتى الخشب تبع الشجرة ببعض بيستعملوه ببعض آلات الموسيقى لتصنيع بعض آلات الموسيقى، بالقوس كمان تصنيع القوس وبملاعق المطبخ. هلا الأوراق كمان فيها تغلى وتشرب، والخرمة ممكن ينعمل منها بودر. هيدي البودر بتساعد بصناعة الورق باليابان، يعني كصبغة تستخدم. هيدي خبريتنا اليوم عن الكاكي. مالتي تاسك الكاكي، فيك تستعمليها بكل ال، في كتير اشياء صحيح، يعني نحن ما كنا بنتصور انه بيستعملوها هيك، او للورق مثلا يعني بالصين يمكن لانه بهول المناطق يمكن بيصير في كتير زراعه منها، فما بيعرفوا كيف بدهم يعني ابدعوا لحتى يشوفوا كيف فيهم يستخدموها. اخر فقره اللي هي ستوري اوف هوب، رح نحكي فيها، نرجع على مشكله الكحول مثل ما حكينا باول الحلقه. رح نحكي فيها عن بيل دبليو، هو معروف ببيل دبليو واسمه الحقيقي ويليام ويلسون جريفيث، اللي كان اللي خلق ب 1895 وتوفى ب 1971. خلينا نشوف وين كان، وين صار. كان سمسار بالبورصة، مشكلته كانت الإدمان على الكحول. في أحد الأيام وهو بمستشفى لمعالجة مدمني الكحول وكان بحالة يأس، لأنه ما كانت أول مرة بفوت فيها على هذا المستشفى تيتعالج، بيقول له للطبيب أنه الإدمان، إدمان الكحول رح يقتله بالآخر، وهذا شيء 50 مرة صار بيجرب أنه يخلص من الإدمان. فهون بهيدا النهار بيصير شيء كتير مهم، أنه بيقترح الطبيب عليه شيء رح يغير له حياته. قال له حتى يقوم ويفوت على الغرفة المجاورة، لأنه في شاب لأول مرة بيفوت على المستشفى وهو بحالة سيئة. وقال له الطبيب لبل، قال له هيدا الشاب إذا شافك بحالتك رح تكون نموذج مفزع ومروع للأشخاص المدمنين، فرح يخاف ويوقف يشرب كل حياته. هون الحكيم كان عم بيجرب يفهم بيل قديه حالته كانت سيئة، يعني كان عم بيجرب يأذيه شوي بالحكي، بس بيل ما انزعج من هالحكي وقام وراح عند هيدا الشاب، وهو عم بيقول للطبيب ما تنسى تحضر لي كاس وقت ارجع، راجع مصر يرجع يكفي شرب. وقت التقى بيل بالشاب صار يخفف عنه، لانه هيدا الشاب كان معتبر حاله انه خلص رح يموت من ورا الادمان. وبيل اللي كان يعتبر حاله غير مؤمن بيقول له جمله للشاب اللي هي رح تغير له حياته لبيل بالاساس، واللي هي المشروبات الكحولية هي قوى خارجية تغلبت عليك، هيك كان عم بيقول له للشاب، فلابد من قوى أخرى تقدر إنقاذك، هي قوى الحق أو القوى الإلهية. هيدي الجملة اللي قالها بيل كأنه كان عم بيسمع حاله، فكان تأثيرها كتير كبير عليه. ووقت رجع لغرفته ما شرب الكحول مثل ما كان طالب من الطبيب، وما رجع شرب ابدا كل حياته. اللي عمله هو انه ساعد شخص بوقت اللي كان هو بحاجه لمساعده، وهيدا الشيء غير له حياته. هيدا التاثير خلاه ياسس حركه فعاله كتير تهتم بالشفاء بالايمان، وهي رابطه مكافحه ادمان الكحول، لانه قدر يطلع من التفكير بحاله ويبطل انانه ويفكر بالاخر. وقدر بيل مع الطبيب دكتور بوب انه يساعدوا 100 شخص حتى يخلصوا من الكحول ب4 سنين، وكانوا يهتموا بكل شخص لوحده. والمركز اسمه مثل ما شفنا هلا الكوليكس انونيموس، اي مدمنو الكحول المجهولون. سنه 1939 ما كانوا يقولوا عن اساميهم، لانه يعتبروا انه هاي مرحله خلص بدها تقطع، وعملوا كتاب بيعرف عنهم. وهيك صار صيت المركز يكبر والاعضاء صاروا يزيدوا، حتى صاروا بسنه 1941 الاعضاء اللي عم بيساعدوا هن 6000 عضو. وسنه 1950 يعني من بعد 11 سنه من تاسيس هذا المركز قدروا يساعدوا 100,000 شخص يخلصوا من الادمان، والمركز صار عالمي. وحتى من بعد وفاتهم لدكتور بوب وبيل
ضل مكفى وغير حياة الملايين. نعم، هم تشوف قد ايه عنده إرادة أصلا، يعني إذا راح 50 مرة على المركز تيتعالج أو عند الحكيم على المستشفى الأساسية اللي راح عليها، يعني عنده إرادة كان بده لانه ما بعتقد حدا مدمن على حيالله شيء ممكن يكون سعيد بحياته، فاكيد بده يوصل لمطرح بده يقول خلص ستوب، بده اخلص، بده حدا يغيرني. بس هو الادمان انه في شيء اقوى منك عم بيخليك تتعلق. صح. فمثل ما شفنا انه هيدي الجمله هي كلها ايمانيه قدرت تخليه يطلع من هذا الموضوع. عن جد كتير حلوه الستوري فابيان، ثانك يو. رح ننهي بفقرة بانز مثل العادة، هالمرة مع باسكال أبو موسى اللي فرجتنا مثل ما شايفين هيدي القنينة اللي هي بتمثل الكحول كيف عم تقسم، مثلا إذا بنقول رب عائلة عن عائلته، هالقد عم بتفرجي إنه كيف الألكول عم بيخليه يفصل عن عائلته، عن حياته كلها، حياته كلها، عن المجتمع، وبتعمل مثل هالواد الكبير بيناتهم، وكيف رائع. هو عايش بالسواد وكيف هن عايشين بالخضار اللي هن مرتاحين صح، وخصوصا وعايشين انه احسن. الكحول رح ينزع لنا جسمنا، يعني السواد بالداخل وبالخارج رح يكون. اكيد بنشكر باسكال ابو موسى على هيدي الصوره الحلوه، وهيك حلقتنا وصلت لنهايتها. نحن بشكرك بشكرك اميليو. لك فابيان على المعلومات، وبشكر باسكال كمان يلي عم تفاجئنا على طول ببانز رائعين. صحيح. وهيك مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، هالحلقة هيك اللي حكينا فيها شوي عن حضرناكم يعني لبداية الأعياد، انتبهوا من الشرب، انتبهوا من الكحول، اشربوا ما عم نقول لا، بس كمان باعتدال مثل ما دايما بنحكي بكافي بريك. وما تنسوا دايما تتابعونا بهيدا الوقت والإعادة 5:30 المساء، وفيكم ترجعوا تحضروا حلقتنا على اليوتيوب. باي.